قايم ابنك. صحيح الخبر اللي سمعناه انه ابو سهير طالب القرب منكو؟ اي نعم، وانا على الاساس سقط حقي. بس يعني مو شايف الشغله فيها ظلم؟ ظلم شو؟ يعني قصدت انا يا بنتي فرق السن؟ رح يصير عمري 40 سنة، شو بدي استنى يصير عمري 70 سنة؟ لا بس يعني شوفي لك واحد أرمل، واحد عزابي، واحد ما يكون عنده مرة تتأذى. قومي اعملي قهوة. مو نحن اللي بندور على العريس، العريس بيجي لعنا، مو ناقص غير تقول حطوها بالفيترينا ودللوا عليها. أنا ما عم بقول هيك، بس يعني إذا بتستنوا شوي بيكون أفضل، بلكي الله هيك بيبعث لكم عريس ملائم. أخي استنينا بما فيه الكفاية، بدي أمن مستقبلها قبل ما أحط راسي. كانوا مستقبل لك ابو سعاد. يا اخي ابو زهير بعد عمر طويل بجوز يحط راسه ويموت قبل ما تحط راسك انت. مو مهم، المهم يامن لها مستقبلها ويشتري لها بيت ملك. بتامن عليها قبل ما احط راسي. هلا ضميرك بيطاوعك انه ابو زهير يقلع مرته من البيت، البيت اللي عاشت فيه طول عمرها، مشان تامن بنتك قبل ما تحط راسها. إيه ما راح يقلع مرته، راح يشتري لها لسعاد بيت جديد. منلو ما معه الوتكه. هو حكى هيك. اذا ما راح يصير هيك ما راح اجوز وياها. هلا مو الافضل انكم تترووا قبل ما تتورطوا بقرارات سريعه؟ اخي خلي رايك لحالك، بدك تحكي روح احكي مع اخوك مو معي. لعما فهو ما نزعتوا سمعه البنت، ما بدكم اياها تنسدر كمان. هلا طول بالك بايدك معصب، ان شاء الله مره ثانيه بمر لعندك وبتكون رايق. لا اخي لا تمر. ولا شو بدك تمر؟ شو بدك تعمل؟ لا تعصب علي، بعتذر. يا الله معك، لا تساوي قهوه. شلون صار؟ لك يا عمي يا عمي، انت بتخلي الواحد غصب عنه ينقرق منك، كل ما تحسنت شوي ترجع بتلتعن اكثر. ليش تكتر غلبه وتقله على البيت؟ هلا اولادي بيقوموا علي. ليش لحتى يقوموا؟ حقها هاد، مثل ما انت حقك تتجوز، ما حدا له علاقه يا اخي. خلص عمي، انتهت المقابله. أنا. مين انتو؟ اطلع، عاوزينك جوز كلام. لك ما بدي أعرف مين انتو بالأول؟ لك اطلع عليك الأمان. إيه إذا كان هيك ماشي الحال. خير؟ أبي هون. مين أبوه؟ أبو زهير. أبو زهير ببيته. إيه مو موجود بالبيت. ببيته جديد مع مرته. جواز؟ إيه نعم، مبارح المساء، تفضلوا. وين بيته الجديد؟ ما بعرف، ما عطوني العنوان. ايه بسرق من دمك، ما بكونوا بالناي حتى ما اعطيتني عنوانه. لك اخي قلت لك ما بعرفه شيء. شلون ما بتعرفه؟ شلون وهو بيت بنتك؟ لك اخي ما قلت لي عليك الامان. مزبوط. اخي انا ما بروح ولا بجي، ما بقدر، هن بدهم ياني بيجوا لعندي، اذا ما بدهم ياني بروح لعندهم انا. طيب بس تشوفه قل له ما راح نخليه يتهنى بجوازه. ماشي. ايه مو بس هيك، إلا زهير وياسين بدهم يعملوا كل شيء ليفركشوا لك جوازي. يا أخي فركشوها فركشوها، أصلاً أنا مالي ممنوع من هالجوازة. خاطرك. مع السلامة أبو زهير. أبوكم أبو زهير؟ إيه أبونا. إيه على خير إن شاء الله. طلع أبو زهير، طلع عليك الأمان. راحوا بابا؟ راحوا. صاير عم تفهم يا ابو السوس انه شلون خطر ببالك تقول لهم انا مو هون لما شفتهم وعرفتهم انه ولادها؟ طبعا بدي اقول لهم مو هون. لك ليش هيك يا ابو زويش؟ ما قلت لي انه صغار؟ ايه صغار، ليش مين قال لك انه كبار؟ بيطلعوا من جيل سعاد. ليش سوسو كبيره؟ سبحان الذي خلقها مثل طبق الحربون، لساتها باول عمرها. إذا كل يوم والتاني بدهم يجوا يهددوني أنا ما بقدر، لازم غير البيت أنا. يا أبو السوس، مستأجر بيت ب 150 ليرة بالشهر ومرتاح فيه، وين بدك تلاقي بهالأيام بيت بهالمواصفات؟ بسكن معكم. لا عيوني لا، كله إلا أنا بدي ارتاح ببيتي، إن شاء الله بدي ضل مأنزع على الكرسي طول النهار مشان شوف حضرتك. طيب ولادك وين بدي أروح من طريقهم؟ لا تفتح لهم. وشو بيعرفني انه هن الولادك؟ وينك؟ انا بركب لك عين ساحره، ما بتفتح قبل ما تتطلع. حاجه بقى، ضيقت لي خلاقي. سوسو وبنروح على بيتنا مشان نترحرح شوي. يلا حبيبي. لك يا ابو زهير. خلص انتهت المقابله. سوسو عنك. يلا باي بابا.
سوسو. نعم ابن عمي. هلا صرتي حلالي وعليك الامان. في شغله ما عم تخليني نام وجوابها عندك. شو هي الشغله؟ بذمتك ووجدانك شغله ابن اخي صحيحه؟ يعني تحرش فيكي؟ لك لا، ابي هالقصه كلها فبركه فبركه. قال شو بده يأمر لي قرشين او يجوزني؟ هي ما دارت لي، شلون فبركه؟ قال لي اطلع على باب زقاق، اول واحد بمر ريح الحنفية منزوعة، واول واحد مر هو ابن اخوك. ايه ايه. شو ايه مبين القصة؟ اول ما فات صلح الحنفية زعوطت وما خليت صوت الا عليته، وجمعت الجيران كلياتها عليه، اجت الشرطة اخذته. الحمد لله الحمد لله اللي طلع ابن اخي، ولا ما كنا قدرنا نصطادك. لك يسلموا هاليدين، ليش عذبتي حالك؟ كول انا كول. كنت حضرت العشاء. كل صحتين وهنا. على قلبي. وشاي. انت تكرم عيونا. التاكسي ما عم يمشي حالك فيها، لازم تدور لك على شغله تانية. كانه حدا طارقك عين. طارقني عين؟ على شو بدهم يطرقوني عين؟ العين تطرقهم؟ على شو؟ شو عندي شيء بنحسد عليه انا؟ اللي عم يصير معي عم يصير مع كل شوفيرية التاكسي. اصلا لو لقيت شغله ثانيه كنت اشتغلتها. امي شو امي؟ شو بي ما احلى؟ شو بي هالحلاوه كلها؟ عيونها بيطلعوا زرق وشعره اشقر وطويل. شو بكم انتم جايين مثل علي ماما والاربعين حرامي؟ جغرافيا؟ نعم. تاريخ؟ نعم. قراءه قواعد تعبير. وهي قصه مدينتين، هي عربي وهي انجليزي. يا بي هي كل الراشدة. الله يعطيكم الصحه. نعم. هاتوا لشو؟ قرب لالا. تعم هدول شو؟ راشيتا. هدول شو؟ الملخصات. هدول شو؟ ملخصات. دغري بتقول ملخصات، لا تقول راشيتات. فهمت؟ يلا على غرفكم. يلا يلا. بابا ها شوف هالحلاوة. انا قررت تجيبوا لنا واحد مثله. قومي وليس ساسوكي، قومي طبي جوا. قررت واحد. عمل لك قومي يلا. شو هالدخل في هي؟ بس بدك الصراحة تعبانين بالملخصات. ها سعيد، حاج تقول ملخصات، يعني مفهوم انهم راشيتات. التمويه على الموضوع ما بيفيدك. ها ما بقدر اقول قدامهم راشيتات مشان ما تاخذ اجرهم عليها، يصيروا هن كمان يكتبوا راشيتات وينقلوا بالفحص. اللي بده يقدم بكالوريا لازم يشغل مخه. شو هالدخل في هي بعدين؟ لا تخلي بنتك تحرجني قدامك منوبة. قال جيب لنا واحد ثاني. قايم روح على الشغل، الشغل ارحم من القعدة بالبيت. لين ماما هون؟ ايه هول ماما دايما. ماما اجت وفاء. يلا امي يلا. اهلين وفاء، شو طمنينا؟ الحمد لله احسن بكثير، صار يقدر يوقف على رجليه، يعني ما عاد في داعي ضل عنده بالمستشفى بالليل. ايه الحمد لله، الحمد لله على سلامته. الله يسلمك يا رب. بتعرفي اشتقت للاولاد كثير، ان شاء الله ما يكونوا عذبوكم. لا ما عذبونا ابدا، ما في اخف من دمهم. فوتي نتعشى سوا. يسلموا ايديك، تعشيت بالمستشفى، بدي اخذهم وروح على البيت. ايه هلا تخلي سعيد يوصلك على البيت، فوتي لقلك تعي. سعيد؟ آه. اجت وفاء، جهز حالك منشان تروح توصلها هي ولادها، ما عاد في داعي تنام بالمستشفى. يلا انا رايحه اجهز لاولادها. يلا يا اولاد اجت امكم. تعال يلا يلا. على مهلك ابني يا معه. يو حليه وانت كمان فوتي ادرسوا. نامي يا قطة نامي. يلا امي جهزي حالك. ليش؟ الولاد رح تاخذهم امهم. لوين بدها تاخذهم؟ لوين يعني؟ على بيته. ما بدها تقعد عند جوزة بالمستشفى؟ لا خلاص، جوزة صارت حالته منيحه، ما عاد بده مساعده. انتوا قلتوا لي بدها تقعد عنده 3 اشهر. ايه الله عافاه قبل نقترض يعني. يا ربي منين طلعت لنا هي هلا؟ شلون يعني منين طلعت لنا؟ هي امهم هي. واذا امهم؟ يو شو عم تحكي لك بنتي؟ طيب تاخذ الاثنين الشناتير وتترك لي حبيبي زياد. يلا بنتي يلا بلا حكي فاضي. الام عم تستنى برا، قومي اعطي الاولاد لامه. زبكم يعني ارسب بالبكالوريا اخذوا لزياد. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شو جنيتي انتي؟ امه عم تستنى برا. يلا ضبي له اغراضه.
بدهم ياخذوك مني. عذبناكم معنا. لا شو هالحكي اللي عم تحكي؟ اي الله يقدرنا نعوضكم ربع العذاب اللي عذبناكم اياه. هذا نصيبنا نحن وياكم. شو الصغير نايم؟ لا لا سلوى عم تجهز له اغراضه. تصوري على الان في مرض يعني تعطينا اياه. الله يخليها ويصير عندها 10 مثله. الله يسمع منك. اهلين وسهلين. اهلين ست وفاء. اهلين اخي. اخي فواز شلونه وكيف صحته؟ ممتاز. الدكاتره ما كانوا متوقعين له يقوم بهالسرعه. جسمه قوي ساعده. الحمد لله على سلامته. انا رايحه اشوف سلوى ليش تاخرت. سعيد تعال شوي. تعال حبيبي تعال تقبرني تعال. اشتقت لكم كثير. عذبوكم شيء؟ ما بتاخذوا، ما حدا بياخذوا مني، ما بتاخذوا، ما بتاخذوا، ما بتاخذوا. سلوى لا تفضحينا، بكفي المصيبه اللي سببنا لهم اياها للجماعه، ما حدا بياخذوا، ما حدا بيقدر ياخذوا مني. اسمعي لي، انا بحياتي ما بديت ايدي عليك يا بدحك بوكس بره من خارك. طيب خليها تيجي تسكن عنا. لك شلون تسكن معنا؟ يو عند بيت المخلوقه. شايفه نتيجه اساليب تربيتك الحديثه يا بنت الابري؟ تركينا من عساسوكي، انا بتفاهم مع روحي انت. لا بي لا تخافي مالي لابس اشارة. اسمعي لفهمك، انا عندي اقتراح. شو رأيك انه انت ما تنحرمي منه وامه تضل جنبه؟ شلون؟ بتسحبي حالك وتروح بتسكني عندها لبين ما يطلع جوزها من المستشفى. منه بضل زياد معك، ومنه امه بتضل عم تشوفه وبتساعديها، ومنه بخلص من وحدة منكم انتو التنتين وبيرتاح بالي. بدي انقلي على الشغل. امي ضبط بحالك. يلا خلينا نتيسر. ايه بروح. يلا جندا. هروح سوا، هروح سوا. يا دوبري قلبي، دوبري قلبي. اهلين شباب. اهلا وسهلا. لوين؟ مشوارنا قريب على الهبابة. هبابة وين هي؟ بعد الشحوارة بشوي. مالي سمعان فيها، برات البلد ولا جوات البلد؟ يعني مو برات البلد. إذا برات البلد لا تواخذني، معي تعليمات ما بقدر اطلع عليها. بدنا نعطيك عدادين. نفس الشيء لأنه بدي ارجع فاضي. سيدي ما بترجع فاضي، رايحين سوا وراجعين سوا، مشوارنا كله دقيقتين بنقضي ونرجع. لك تكرم عينك مع انه معي تعليمات، تفضلوا. لك يسلم لي هالراس. الله حياك. شرف سيدي شرف. تفضل. على مهلك على الباب. الله يوفقك. تكرم. الله معه. يلا يا رب. هاتي عنك حبيبتي. ليش؟ بدي رضعه، عم يبكي لأنه جوعان. أنا برضعه. شو بدك ترضعي؟ بدي رضعه من صدري مو حليب علب. حليب العلب أطيب. هلا أنا برضعه حليب علب. حليب الأم أحسن من حليب العلب مليون مرة، وأساساً أنا لو ما الحادثة ما كنت سقيته حليب علب. أنت شلون بدك ترضعي وأنا حاملته؟ حبيبتي دقيقتين بس برضعه وبرجع لك يا. هاتي. دقيقتين. هاتي. فقط. هاتي هاتي يلا. حبيبي ما بسرعه.